اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا الميمات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير مع فيديو جديد ان شاء الله. بديت معكم اختي من الدار، ماشي من الدار، يلا دخلت دابا البنات. صراحه دخلت وبديت كنطيب البنات الغداء بالكسوه ديالي، صراحه مشى الحال. المهم مشات، نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير. شكرا بزاف على الناس اللي سولوا في اسراء وقالوا لي دنيا كي بقات اسراء لي خداكم عليا، والله العظيم ديما كنشكركم وديما غنبقى نشكركم. كتسولوا فيا وديما ملي كتسمعوا ليا شي حاجه اللي هي خايبه كيبقى فيكم الحال، وكتضروا بحال راكم نتوما والديا. وفعلا راكم والديا، لان لقيت فيكم الخير اللي ما لقيتوش في بزاف الناس اللي قراب ليا. شكرا لكم بزاف بزاف، الهلا يخطيكم عليا. المهم البنات، هنا كما قلت لكم عندنا ان شاء الله واحد الغديوه بالزربه، الزربه بحال هكا. عطيتي باش نقول لكم دخلت من عند الطبيب، صافي عطيتي مع عديت اسراء اليوم للطبيب، وما نعاودش لكم. عطيتي العظم الصحيح ما عنديش، ولكن شوفوا هذه هي المرأة المغربية، كتكون مريضة مسكينة وكتكون ربي اللي عالم بها وبزاف الحوايج، ولكن ضروري خصها تقوم بوليداتها وتقوم بدارها وبالزوج ديالها. فراه ما كاينش اختي اللي غادي ينوض، شوفي راه ما كاينش اختي اللي يحكلك ظفرك من غير، كيقولك ما كاينش اللي يحكلك اختي ظهرك من غير ظفرك. نجيك الصراحة اختي، راه والو راه تمرضي راه كلشي يبقى هكاك. فاختي نوضي اختي، تحزمي و زعما اختي قابلي وليداتك. المهم انا ان شاء الله دابا غادي ندير الطويجين ديالي طيب اختي، زربت عليه وغنهضر معكم ان شاء الله. نتوما دابا غنبان لكم دابا ان شاء الله، نعاود لكم شنو قال لي الطبيب ونعاود لكم بزاف الحوايج. اهلا صحباتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ كي داير مع الصحيحه؟ قلت دابا البنات يلا دخلت، ماشي يلا دخلت، دخلت الصراحه البنات هكا درت بالحاله شويه، جمعت لي الدجمه حيتها عليا بحال هكا، درت البنات واحد الطويجين والله البنات الا شقيت بكسوتي والله العظيم. اليوم البنات مع اسراء مريضه اللي راكم عارفين، راه قلتها لكم هاد الايام صراحه رجع هذاك الشيء اللي كان فيه شحال دابا، هادي عامين باش بنتي الحمد لله كانت صبرات ليا وما بقات، واخا كتعصب ما كطيحش لي داك الطيحه، ولكن هاد الايام داك الشيء رجع ليها. راه كتهضري معاها جوج كلمات ثلاثه صافي كطيح تغيب، كتهزيها فمها كله زرق. راه صحاباتي اللي كانوا كيعرفوني شحال هادي وقبل ما ندير اليوتيوب غيكونوا عارفين. اش غنقول لكم البنات، زعما البارح عرفتي ما نعاودش لكم، شوفوا كي كان عرفتي والبارح عرفتي شوق عليا ما نعاودش لكم، صافي راه كنقول الخرا هادي. الحمد لله البنات اليوم البنات صراحه بغيتها باش نتمنك، ولكن ما بغاوهاش تمنك، قالت ما خصهاش تمنك. مشيت سولت الاستاذه قالت لي لا، فصافي خليتها حتى قرات البنات، قرات من 8 ل 11، وموراها البنات ملي خرجت من المدرسه مشيت عاد شديت لها النوبه ديالتها في السبيطار ديال الحومه البنات اللي حدايا هنايا، شديت النوبه شديتها ديتها مع الصباح مع 8 ونص، مشيت انا هوت شديت النوبه وعاود طلعت البنات للدار هكدا. صراحه ما درت حتى شي شقا، اول مره البنات ما شقاش في الوقت نعس لان البارح ما نعساش. صافي البنات خرجت اسراء ديتها، المهم ديتها البنات عند الطبيب اللي كنديها عنده ديما، اللي هو الصراحه اللي متبعها اللي عندها 9 شهور. البنات هي مريضه ديال فقر الدم الانيميا، راه اش نقول لكم راه كان طاح ليها بثلاثه، راه صافي راه حتى شوفوا باقا مقفضه. شوف شوف شوفي اختي، دخلت للشقا نيش انا كاينش يا مرحميني ارتاحي ولا شي حاجه كايناش مع اختكم دنيا نيشان. عرفتي غندخل وانا ندير هكدا هكا درت هكا، والله الا ماشي بحال هكا دخلت اشنو ندير الغدا لبنتي، خاصها تمشي للمدرسة عاوتاني خاصها الغدا. درت البنات واحد الطويجين راكم شفتوه، بقات لي البنات صراحة سميتو درت واحد الطويجين، غادي نمشي ان شاء الله دابا باش نكمل داكشي اللي عندي. المهم البنات الصالون باقي ما جمعتوش، انا الروين اللي غتشوفوني جمعت غير ديال الكوزينة داكشي طرفت، اما البيت ان شاء الله ما غاديش نجمعو دابا، غادي ندي اسراء ان شاء الله للمدرسة في العشية، غادي تدخل ان شاء الله البنات مع الربعه وغتخرج مع السته، وغادي نكون دايزه دابا غادي نمشي نجيب بعدا كارطونه عند مول داك مول تيتو جافيل، وصيت وقال لك اجي غتلقاي كارطونه. ايوا باركوا لي خواتاتي يومين ان شاء الله غادي نجمع اختي روينتي ونهني اختي، حوايجي ولاو مزلعين ويا اختي حوايجي ما بقاو، زيوفاتي ما بقاوش، وليت البنات لاصقه على هذا، هذا اللي وليت لاصقه عليه غضحكوا عليا، هذا ما بقيتش كنحيدو علاش ماشي ما عنديش الحمد لله عندي وكلشي، ولكن فينا هما وكلشي توضر ونعيا ما ننظم نعيا ما نقاد نعيا والو يا اختي. زعما اش غنقول لكم، الحمد لله على كل حال الحمد لله. المهم شوفوا فين كنت وفين نقصت لكم، ما تديوش على اختكم دنيا. شوفوا كنقفض قلت لكم البنات صافي، ودابا اشنو دار معايا الطبيب، خرج لها البنات واحد الدواء قال لي واش داك الدواء اللي كنت كتعطيها قطعتي عليها، قلت ليه اه، غادي ان شاء الله البنات نشري لها واحد الدواء داير 6000 ريال وواحد داير 100 درهم وواحد داير واحد اخر المهم هذاك الاخر ديال لانها كطيح كتسخف داير 500 درهم ان شاء الله، تما غناخذو لكن ماشي دابا، دابا غناخذو على غير هادو اللي غادي تقدر توقف بيهم. قال لي باش تقدر توقف وتقدر هذا، قال لي يوم قال لي يوم حبه دايلا درتي لي واحد التحليله داك نعاود نشوف عاوتاني هذا الشيء. قال لي واخا ملي كديري التحليله راه كنلقى بان بنتك بخير، قال لي عاود فيا التحليله الاولى
ما لقيتش عندها شي حاجه. قلت له ولكن هاد الطيحه اللي كطيح، قال لي هاد الطيحه غادي يكون الصرع من فقر الدم خلى فيها الاثار ديال هاد فقر الدم. البنات بنتي راه كان صافي سكن ليها العظام ديال بصح والله المشكله دابا هادي دخلت لي من الطبيب مهلوكه. وشنو قلت له؟ تاختي نوضي بردي غدايتك في الشقه ونسي الهم ينساك ومولاها ربي واللي كتجيب عند الله مرحبا. شوفوا ما تجيكمش غير من عند العبد، تجيكم من عند الله الحمد لله. واش كاينه اختي ولا ما كايناش؟ انا شنو قلت؟ تجيك من عند الله مرحبا بها والف مرحبا. الخيبه والقاسحه اختي اللي كتجيك من عند اقرب الناس اولا من العباد ديال العباد هذوك اللي تخافي منها. هانتوما ان شاء الله معايا اختي، ان شاء الله باقي عندي ما يدار. غادي نتغداو وغادي ندي بنتي ان شاء الله المدرسه وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله في هذا الفيديو. وانا متاكده شوفوا غادي يعجبكم فيه الطاقه الايجابيه. شوفوا نساو عليا اسراء مريضه وهذا ونشوفوا فيه الحداقه اختي، راه الحداقه راه معروفه عليا ياك اختي. المهم ما نديوش عليا شي واحد، شي واحد اختي كيشكر راسو اختي. ندير شويه الريحه نسيو الهم. انتوما البنات انتوما عرفتي انا شكون في حالي البنات اللي فين ما بركات تبقى ترشرش في الريحه كنخويا غير انا. شوفوا فين وصلت هانتوما ان شاء الله معايا. هنا البنات صراحه باقي ما تغديناش، باقي الطاجين كيطيب. قلت قبل ما تمشي اسراء المدرسه بعدا راه شوفوا جات. المهم المدرسه الفترات اللي قسم الله تكات بحال هكا كترتاح. وبغيت نهضر في واحد جوج مواضيع غادي ماشي خايبين، لا غير بغيت نشرح لكم. المهم البنات بعدا بزاف ديال البنات اللي قالوا دنيا ويلي ديك الخضره مالها، زعما ما يمكنش خضره ب 30 درهم، داكشي كان ب 30 درهم. الواحد اختي هو اللي يعيش وتهلا في راسو الواحد الواحد. المهم بزاف كل وحده وقالت الراي ديالها. شوفوا انا اليوتيوب دايره الا وعارفه، غادي يجيني تعليق زوين تعليق خايب تعليق ضدي تعليق معايا، هذه عندكم فيها الحق البنات. انا الصراحه البنات شوفوا كل وحده فينا كتمشي على قد جهدها، نجيكم الصراحه انا كنمشي على قد جهدي البنات. وماشي شي وحده اللي اللي عندي مثلا اللي عندي اللي مثلا كنتخلص من اليوتيوب واحد 100000 ريال في الشهر، كنتو شي واحد 5000 درهم ولا 7000 درهم باش نبقى ديما نتقدى داكشي الغالي داكشي الواعر. لا اختي انا راه كيما قلت لكم ولات 6000 ريال تجمعات ليا في شي لا تجمعات ليا في شي شهر كنفرح وكنبدا نقز وهذا. ونجيكم الصراحه ما بغيتش نبين لكم لان كنبغيت نبينوا بزاف ديال سبحان الله ديال اليوتيوبرز. شكرا لهم بعدا بزاف، واخا باقيين صغار هاد القنوات الصغار، راه حتى انا من القنوات الصغار اللي بحالهم حتى انا اللي دخلوا عندي قيدوني وياك سمعناك باغا تبيني داكشي ديال القناه، راه هي راه ماشي شي حاجه خايبه بالنسبه لك، راه انت باغا تقولي غير الحقيقه وتبيني الحقيقه. ولكن راه كاينين اليوتيوب راه كاين شي قوانين ممنوع انك تبيني داكشي الخاص ديال القناه. فداكشي اللي خلاني انا لحد الان باقي ما بغيتش نبين، اما في اي لحظه زعما كون ما كانش هذا المشكل نبين لكم الارباح ديالي منها بديت لدابا شحال كنشد باش تعرفوا بان صراحه واحد الشهر اللي طلع ليا فيه الارباح اللي فرحت هو نهار اللي دعمتني نهار اللي دعمتني كوثر هذه الله يجزاها بالخير، هو اللي كان طلع ليا واحد الشهر اللي تخلصت فيه شي 3000 درهم تقريبا. هذاك هو الشهر الوحيد اللي صافي من تما قلت ياه فرحت بزاف، قلت زعما غادي نبقى نتخلص كل شهر بحال هكذا فرحت بزاف. ولكن موراها صافي البنات رجع كلشي الاول، طاحت المشاهده وكلشي ولكن الحمد لله. بغيت نقول لكم واحد القضيه البنات، شوفوا كل وحده كتمشي على قد جهدها. انت تقدري تقضي مثلا الخضره ب 160 ولا 105 دراهم الكيلو شعطات، انا ما نقدرش، انا كتجيني قاسحه. الخوخ مثلا الشهديه ديسي تقدري تقضيه بثمن اللي هو غالي وانت تقدري، انا ما نقدرش. انا كنمشي لواحد البلاصه اللي رخيصه بزاف وماشي شي حاجه اللي هي خايبه، فقط كيكون طيب شويه. هنا البنات هاد المارشي اللي كتويدوني شنو المارشي شنو سميتو مارشي كريو، راه كنبغي زعما كنبغي نوصل لكم ولو افاده اللي هي بسيطه، واخا تستافدوا مني ولو شي حاجه اللي هي بسيطه. المهم بعدا كنقول ندير جهدي حتى انا والكمال على الله. فانا وريتكم بلاصه مارشي كريو، البنات كيمشيو ليه ناس اغنياء وكيمشيو لهاد البلايص، ماشي كيمشيو يتقداو الخضره بالجمله، لا كيمشيو بحال هادشي اللي انا كنتقدا، كيمشيو ليه هادو ناس اغنياء راهو بطوموبيلاتهم. هذاك النهار انا وراجلي مشينا الناس بكات كات ديالهم، الله ييسر ليهم الامور بطوموبيلاتهم، ناس المهم ربي ميسر ليهم. فهادشي مثلا شوفوا مثلا بحال دابا داك الشهديه كامله وهداك الشيء 3 دراهم، شوفوا الطبقه نقيه راه عاوتاني مشينا تقدينا منها البنات الديسير. وهذاك البنات انا كنجيبو باش كنديرو في الكونجيلاتور، كنبغي ندير به العصير بزاف د الحوايج. هاد النعناع البنات شوفوا تبارك الله شحال ديال النعناع، انتم قولوا لي شحال هاد الربطه كامله، ماشي ربطه هادي راه تقدري تشريها انت وتعاودي فيها البيع.
دايره سميتو جوج دراهم. تمشي هنايا هنا بالضبط سيدي مومن، راه كلشي غلا، النعناع نعناع ولا غالي درهم 30 دينار، كيعطيك ربيطه صغيره بزاف، ولكن راه ماشي تما ماشي خاطرهم. فهادشي علاش البنات اختي، انا ماشي استقرامه ولا مثلا كنوكل بنتي وكنوكل راسي شي حاجه قديمه، لا انا بغيت نكون مرا ديال الزمان، لان راه كيما قلت لكم باقي تابعيني بزاف ديال الحوايج. انا كيما قلت لكم ماشي من القنوات اللي كنشد 5000 درهم 7000 درهم حتى لجوج المليون في الشهر، الله يزيدهم ويبارك ليهم، وانا من القنوات اللي على قد الحال. داكشي علاش كنحاول باش هيك ما نقدر نوفر ولو شويه انني نقدر نكري شي دار زوينه. راكم شفتوني البنات، انا عويني والله، انا ماشي من اللي غنتسنى شي واحد انه مثلا يخلص ليا الكرا ولا شي حاجه، لان راك كاين يعطيهم الله كل واحد. راك اكيد دابا اغلبيه راكم شفتوا البنات، اغلبيه ولاو كيتعاونوا معاهم هذا، فانا بغيت نخدم انا راسي، وبغيت انا ان شاء الله نجمع ليا حاول البنات نجمع ولو نجمع غير شهرين ديال الكرا باش ما نلقاش شي دار هكا انني بعدا نتستر فيها انا وبنتي. انا قلت لكم ما كرهتش البنات ولو نكري في شي دار غير 6 شهور بعدا، غير ترجع لي النفسيه ديالي اللي تهرست لي، بغيت ترجع لي حاليا، باقي ما رجعتش. دابا رجعت لكم صافي، دابا البنات لقيتوني لا تغدينا، حيد داكشي اللي عليا كامل والله يا البنات، الا مني كنشقى وكنحيد عليا كاع الروينه الا كنرتاح. دابا البنات صافي ان شاء الله غندي اسراء المدرسه، وباغا ندوز عند داك سميتو هذاك مول اللي كيبيع مواد التنظيف، وصيتو على واحد الكارطون تغيجيبهم ليا. والله البنات الصراحه فرحت بزاف، علاش؟ لانني جمعت النص وما شاركتوش معكم البنات الصراحه، ودابا ملي غادي نجي ان شاء الله غادي نكمل وغادي تشوفوا النتيجه. عرفتي ملي كيتجمع دوك الحوايج يا اختي وكتهنى، يا الله على راحه، والله العظيم انا كنفرحكم ملي كنجمع البنات حوايجاتي، ما كيبقاوش مزلعين. والله عرفتي البنات واحد القضيه، راه ملي كتكوني شاري حوايج شويه غاليين اولا، عرفتي راه واخا تكون دايره البياسه 100 درهم راه كتبقى حوايج، وكتبقى تشوفهم كيتلوحوا. انا من الناس اللي كنكره حوايج يبداو يتلوحوا، ولكن ماشي مشكل. دابا ان شاء الله غادي نخرج عند اسراء تغدينا. الصراحه ما شاركتش معكم الغديوه، ماشي ما شاركتش معكم، شاتي واحد المقطع اللي هو كبير، شاركت معكم غديوه، شاركت معكم بزاف د الحوايج، ولكن ماشي مشكل. هاد الايام قلت لكم التليفون عندي كيديرها بيا ديما، كنورك باش نصور ملي كنسالي، كنبغي نجي نشوف مثلا داك المقطع كيفاش جا، كنلقاه ما كاينش. والله يا البنات الا كنتصدم ندير شحال صعيبه عرفتي هاد القضيه، البنات كتوقع ليا ديما سبحان الله العظيم، ديما كتوقع ليا، ولكن ان شاء الله ربينا رد بالي هاد الايام الجايه ان شاء الله. يلا هانتوما ان شاء الله معايا، ولا وصلتي لهاد الله هادي غتكوني كتحماقي عليا وكتبغيني، والله لا يخطك عليا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على لي لايك ديالكم ان شاء الله. غادي نكمل معكم فيديو اختي بالحداقه وبالشقه وبزاف ان شاء الله ديال الحوايج، هانتوما معايا ان شاء الله. وعليكم السلام. نسيت ما قلت لكم شحتي صبات واحد الشتي واخواتاتي، ما نعاودش لكم، شوفوا الدنيا كتغيسات لي، خصني دابا نعاود نسيق عاوتاني، تصبات لي الشتا عرفتي سبحان الله العظيم. عرفتي غير كتقرب الشتا كتجيني واحد الفوبيا، ماشي الخلعه صراحه. انا الشتا راه كتكرفسني، راه باقي عندي ذكريات قديمه مع الشتا في ديك الدار الاولى، وحتى هنا نفس الحاجه كنعيشها زعما تصدم دابا هي. شوف انا الصراحه كاين الجفاف في هاد الايام، في هاد العام هذا، وكنطلب الله انه يعطينا الشتي وعلى قد نفع البنات، ولكن عرفتي انا ملي كتصب الشتا راه كنتكرفس ديال بصح، عرفتي كتهود من هنا، مع كاينه ديك الثقيبه هنا عرفتي صافي. عرفتي غدا كتصب عرفتي سبحان الله في دقيقة واحد 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 الشيء كنت باكل عرفتي تصدمت. هي فرحت، ولكن البنات بحال مثلا دابا اللي بحال هكا حكا دابا كيقولوني القصري ما خصكش ديريها تما، راه انا عارفة خواتاتي غير هي اللي كنبغي نسيق ليه كنحي كنديرها هنا باش ما تهرش. هي راه الما كيحيد جدا، ولكن راه هي عيب تحيط تما، ولكن ملي كنبغي نسيق تما كنحاول نحيدها، ما عنديش فين نحطها. شوفوا البنات شهود ليا من الفوق، هود ليا داكشي من ملي كتصب الشتا داكشي كاع الوسخ اللي كيكون الفوق كيهود. شوفوا داكشي، المهم الارض كلها 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 تولى، شوف كلها طبعت ليا. شوف ها انتما اسراء كانت داخله ليا مع الطريق، هي هذاك على بوبيلا البنات، بغيت نديها سمحوا لي، وبغيت نقول لكم كلمه اخرى لا تمشيو ثاني تحاسبوني عليها. صافي هذا ما كان ما عتاب دابا، خفت نسيق عاوتاني، خفت نسيق عاوتاني وتصب الشتا عاوتاني، ما عرفتش بان ليا ما نسيقش حتى العشيه الا شت الجو رجع كما كان، راه غادي نضرب شي تسيقانيت حاره. بان ليا الشتا عاوتاني غادي تصب البنات، حيت سبحان الله في الشتا ديما كنسيق وتصب الشتا ونسيق وتصب الشتا، صافي ما هما ما نسيقش عندي هنايا كله محل، راه تقريبا هنا البلاد راه منين الزنقه، والبيوت كيدخلوا الماء، حتى البيوت راه كيدخلوا الماء، حاشاكم داك القادوس راهو مكيبانش بعض المرات، حاشاكم هاد القادوس في البرد كلو كتصاصت ليا الدنيا كتهود ليا. شوفو هنا كيهود ليا الما كامل لهنايا،
بقيت باركه كنهضر معاكم نسيت المدرسه ديال الاسراء. صافي ان شاء الله هانتوما معايا. غنحيد اختي القصريه دابا باش ما تقلقش عليا شي متتبعه مسكينه. انا حيدتها صافي اختي بقات ليا التسيق ان شاء الله. شوفوا 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 هذا المات راه والله ما وسخ. اللي غيقول لي وسخ راه والله المات ما وسخ. ما هود ليا مع من الفوق من فوق الزنك معاه كيكون مصدي هود ليا. ايه والحمد لله على كل حاجه غنديروا. حنا غاديين المهم مع الوقت ان شاء الله. المهم البنات ان شاء الله نتوما معايا نكمل داكشي اللي عندي ندي اسراء المدرسه ونرجع لكم اختي. غنرجع لكم بواحد الطاقه ان شاء الله اختي والحذاقه تسناو تسناو انا ندور لكم نمشي للمدرسه ونرجع نتوما معايا. وصافي البنات انا لقيتوني يلاه مشيت ديت اسراء المدرسه. والله البنات ما بغاتش تدخل ليا مسكينه كتبكي قالت لي ماما انا مريضه مع كتوقف مسكينه. والله البنات اللي ديما العام الفايت الصراحه اللي كان العام الفايت ماشي العام الفايت العام اللي قبل كانت كتوقع لها نفس الحاله. وما اما العام اللي فايت الحمد لله كانت شويه هاد العام ثاني شات شرجع ليها الحمد لله على كل حال. المهم البنات خديت لها البنات بعدا واحد الدواء خديت لها السيرو وخديت لها واحد الدواء اخر. والدواء اللي مهم هو اللي ما خديتش لها البنات هو ديال المهم فاش كطيح. وقال لي غتاخدي لها الدواء كتشربو حاليا قال لي وغدير لي التحاليل ديال انها كتبقى طيح حيت هو قال لي راه فقر الدم وكلشي. عاودت لكم في الاول غنكون قلتها لكم وقيله ياكل البنات قلتها ما بقيتش عقلت والله اسمحوا لي والله يا البنات الا كان شقه ومرفوعه. والله الا كان شقه مرفوعه يا اختي ولكن اختي المسؤوليه المسؤوليه اختي تابعانا تابعانا. بغيت نكمل لكم قبيله ملي كنت كنهضر معكم صافي مشي صدقت بديا بنتي للمدرسه وما كملتش. قلت لكم البنات بغيت غير النفسيه ديالي تبرى ليا. كنشوف راسي انني كانت حارب في قناتي وبغيت انا من الهدف من القناه ديالي كنت باغا غير نستقر نفسانيا. وليت باغا دابا كنقول لكم البنات والله ما قراتش ولا مكرفش دا غير 6 شهور ترجع ليا غير النفسيه ديالي. راه اش نقول لكم والله العظيم البنات الا كنت عارفوني اش كنعيش في الدار تقولي دنيا دابا خرجي ما تبقايش تما. شي حوايج البنات اش نقول لكم شي حوايج اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. البنات اللي كيجيو عندي غادي يعرفوا شنو كنقصد وهذا. فالحمد لله على كل حال راه الصديا الصباح راه ما كننعسو ما كنشوفوه صافي كنفيق خصني نبقى باركه ما نعش صداع بزاف الحوايج صافي الحمد لله على كل حال. فهذا علاش البنات كنبقى ديما نحط فيديو كل نهار ولكن الدعم صراحه ما لقيتوش. اللي كيقول لي دنيا كتبقاي تطلبي الدعم من حقي نطلب الدعم على قناتي من حقي نتقاتل على قناتي كما بزاف القنوات اللي كانوا بحالي ولا كفس مني وضربوا تمر على قناتهم ووصلوا هذا ما كان البنات. المهم ان شاء الله المهم غادي صافي غنستبقى حكه. راه مشيت على المول مشيت على المول المواد ديال التنظيف عطاني مسكين واحد الكارطونه راه غنوريها لكم وهادو حتى هما البنات درت فيهم. شوفوا شحال زوينه هي البنات ملي كيتجمعوا الحويجات بحال هكا. والله البنات شوفوا بزاف ديال البنات دنيا فينا هو الماريو ديالك دنيا فينا هما بيت النعاس فينا هو السدر ديالك. البنات ان شاء الله في هاد اليومين غنفرش ان شاء الله بالصالون ديالي حاليا محدي هنا دابا راه كاين البرد خصني نفرش هكا باش نلقاو فين نبركو غنفرشو ان شاء الله. الماريو ديالي البنات نهار اللي تشفرت في منداري نهار اللي شفروا لي داري وفاش كنت غادا ندي بنتي وجيت لقيت داري تشفرات ليا وتليفوني وفلوسي وداكشي كلشي كلشي صافي الصراحه ما قلناش لاقين حتى باش نمشي في الطاكسيات حتى باش نمشي ونجيو راكم عارفين هادشي ديال المخزن فيه مصاريف. فبعت الماريو ديالي البنات وندمت عليه الصراحه. حاليا حوايج بنتي وحوايجي كلشي مكرفس ولكن الحمد لله. البنات اللي كيسولوا على هادشي ماشي شي حاجه راه غير حيت البنات كيسولوا في التعليق ديما فين هو الماريو ديالك فين هو وكنقول او انا دايره فيديو واش ما كيتفرجوش فيه ولكن كاين فيها اللي ما كتفرجش في فيديو كتبقى تسولني. فراه ديما البنات اي حاجه راه كنشاركها معكم فغير ترجعوا للقناه غتلقاو اي حاجه كتسولوا عليها. صافي البنات انا نظمت حويجات كما شفتوا بعد الحمد لله نظمتهم في الكارطونات الصاك ديال هذا الخضر ديال الاسراء درت فيه حوايج اسراء. الكارطونه ديال التحتانيه فيها حوايج اسراء. الفوقانيه هذه ديالتي درت فيها كسيوات ديالي غير خاصه بالكسيوات. الكارطونه اللي حداها حتى درت فيها واحد الحويجات ديال الاسراء. المهم تما جمعت الكتوبه ديال الاسراء وداك الشيء. شوفوا والله البنات انا الصراحه العش ديالي تفرتك ولكن نقول حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان حيله وسباب. راه كنحتسب الله في الصباح وفي العشيه الحمد لله. شوفوا اكيد غتبدل الحال بحوالي ان شاء الله. هنا البنات جمعت طلامط ان شاء الله اللي غنفرج ديال البيت طلامط والخوامي ديالي وداكشي ديالي. هنا حوايج راجلي وحوايجي هادو البنات اللي زارات اللي كنتغطاو بهم بالليل دايرهم من الفوق
ايوا صافي هادشي اختي اللي كاين، هادشي هذا مع الله. صافي البنات والله العظيم الى هاد الفيديو شاركته معكم غير باش ما نغبرش عليكم. شكرا بزاف للبنات اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب اللي كيقولي دنيا ما تغبريش علينا، الله يخداكم علي اغلى متتبعين. البنات اللي كيقولي دنيا كنقرا في التعاليق بزاف، دنيا بغينا الرقم ديالك واش على الاشهار وشي حاجه بحال هكذا، غتلقاوه في صندوق الوصف البنات ولا في اول تعليق كنتبتو. غنقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.